السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا شباب، يا رب تكونوا بخير وسعادة. زي ما اتكلمنا في الفيديو السابق عن كيفية الاستفادة من وقت الحظر والاستفادة من المحاضرات الموجودة أونلاين، وإزاي تنظم وقتك وإزاي تستفاد تحقق أقصى استفادة من الوقت المتاح بالنسبة لك خلال الفترة دي. وزي ما وعدتكم ان انا هتكلم معاكم نبذة بسيطة عن البحث العلمي او المقال العلمي. النهاردة هنتكلم عن يعني ايه مقال اكاديمي او يعني ايه بحث علمي. بصوا حبايبي، البحث العلمي ده بينقسم الى قسمين. اول حاجة اسمها ريسيرش ارتكل. ريسيرش ارتكل ده وده بيتميز انه بيكون بيعملوا اللي هم طلبة الماجستير والدكتوراه، بمعنى ان هو بيتكلم على موضوع معين، بيشتغل الموضوع ده، بيشتغل بايده، بيدخل المعمل او بيشوف الحالات بتاعته وبيتابع الحالات دي او بيتابع التجربة بتاعته وبيطلع بنتائج خلاص، والنتائج دي هو اللي بيحطها في البحث بتاعه، وبكده هو نفسه الباحث هو اللي اشتغل الموضوع ده، يعني هو اشتغل التجربة، هو اللي شاف الحالات، هو اللي تعامل معاها خلاص، يعني هو بيدرس موضوع، بيدرس مرض معين او دواء معين او حاجة معينة على مجموعة من سواء كان بقى بشر او على حيوانات التجارب او كده. ده بنسميه ريسيرش ايه؟ ريسيرش ارتكل، اللي هو الباحث هو اللي بيشتغل، هو اللي بيعمل التجربة او هو اللي بيشتغل على الحالات. طيب، اما النوع الثاني من الابحاث حاجة اسمها ريفيو ارتكل. حاجة اسمها ايه؟ ريفيو ارتكل. ريفيو ارتكل ده معناه ان انت كباحث او كطالب جامعي بتشوف مجموعة كبيرة من المقالات العلمية او الابحاث العلمية، وبتبدأ تلخص الابحاث دي كلها في بيبر واحدة او في ريفيو ارتكل واحد. بمعنى مثلا ان انا عايز اتكلم على مرض زي الهايبرتنشن، خلاص اشوف الهايبرتنشن ده، عايز اشوف النسبه بتاعته قد ايه، واشوف ازاي نشخص وازاي نشوف الكومبليكيشنز بتاعته والاعمار الاكثر عرضه للهايبرتنشن، واشوف هل في له علاقه بالوراثه او كده. يبقى انا عايز اتكلم على موضوع الهايبرتنشن وكمان على بعض الادويه اللي بتشتغل عليه، او عايز ادرس دواء معين على تاثيره على الهايبرتنشن. اعمل ايه بقى؟ هنبدا نجمع الداتا، نجمع المعلومات من كذا بيبر او كذا ارتكل خلاص، وابدا الخص الحاجات دي كلها في بيبر واحده، وانا بعد كده بعد ما اخلص الحاجات دي ببدا احط الكونكلوجن بتاعي او احط الـ انا التصور بتاعي ايه اللي انا شيء اللي انا بعد كده من خلال قراءتي للموضوع ده انا بحط ايه. طيب، البحث الريفيو ارتكل، وده تقريبا اللي معظم او تقريبا اللي الجامعات هتطلبه من الطلبه، لانك مش هتشتغل تجربه تدخل معمل، او مش هتروح كمان تشوف حالات تشتغل عليها، لا انت تقريبا ده اللي هيتم تقريبا اللي هو الريفيو ارتكل خلاص. اللي هو بقى تكوينه ايه؟ بيتكون من ايه؟ اول حاجة انت مثلا مطلوب منك، مثلا هنفترض ان انا عايز اعمل بحث عن تأثير بعض الادوية او الهايبرتنشن وبعض الادوية عليه خلاص. تمام، نبدأ بقى نعمل البحث بتاعنا ازاي. اول حاجة انت بتكتب العنوان بتاعك اللي انت عنوان البحث بتاعك، وبعد كده بتعمل حاجة، الحاجة التانية حاجة اسمها الابستراكت، اللي هي الاستلخاص بتاعك ايه، الملخص بتاعك ايه. يعني انت بتكتب بقى عن الهايبرتنشن خلاص، وبتكتب نبذة مختصرة عنه علشان خاطر تعرف القارئ أهمية الموضوع خلاص. انت بتاع عشان تعرف القارئ أهمية الموضوع، وتكون كلمات واضحة وما فيهاش حشو كتير علشان خاطر ما يملش، وكمان تكون ذات قيمة علشان يقدر او علشان يكمل قراءة الايه البحث بتاعك. بعد كده بعد ما بتكتب المستلخص بتاعك او الابستراكت بتاعك، بتبدا تدخل على حاجه اسمها الانترودكشن، المقدمه. والمقدمه دي هتكون عباره عن فقرات خلاص، وكل فقره معينه وكل فقره من الفقرات دي هتبدا تتكلم على جزئيه في الهايبرتنشن او على الادويه او على جزء من او على الايه الموضوع البحث بتاعك خلاص. يبقى انت كده اتكلمت على الابستراكت، بعد كده دخلت على الانترودكشن خلاص. طيب،
تدخل بعد كده بقى على اللي هو الميثودولوجي. بعد كده بتخش على الخطوة الثالثة اللي هي الميثودولوجي، بتبدأ تكون الأرقام بتاعتك، بتشوف إحصائيات، بتشوف النسب اللي موجودة في البحث بتاعك. لو هنتكلم على الضغط مثلا وتأثير الأدوية، أو تتكلم على مرض معين، بتشوف النسب بتاعته إيه، يعني عدد الإصابات، الأعمار، أعمار قد إيه، خلاص. بتشوف مثلا الأدوية الأكثر فعالية، الحاجات دي كلها بتبدأ تشوف الأرقام بتاعتها، وبتبدأ بعد كده تعمل أناليسز لي أو تحليل للحاجات دي كلها. بعد كده بتبدأ تتكلم بقى على الموضوع. مثلا لو أنا بتكلم على هايبر تنشن، هتكلم على إيه الكومبليكيشن بتاعته، إيه الحاجات اللي واردة تكون بتحصل معاه، خلاص. وبعد كده بتبدأ بقى تدي الكونكلوجن بتاعك. انا تصوري ايه للموضوع ده، يعني انا من خلال قراءتي للحاجات دي كلها انا طلعت ايه، انا ايه الداتا اللي انا طلعتها، خلاص، علشان خاطر ابين اهمية الموضوع بتاعي. اذا انا في البحث اللي هو ريفيو ارتكل، انا بجمع او بلخص مجموعة من البيبر في بيبر واحدة، بحيث لما تكون البيبر دي زي نظام ملخص كده لاي حد عايز يقرأ عن الموضوع ده. بدل ما اقرأ مثلا 100 بحث، خلاص، ابدا اقرا اللي هو الريفيو ارتكل بتاعك اللي هو ملخص لل 100 بحث، ايه ال 100 بحث دول، خلاص. طبعا كل كلمه بتجيبها من الابحاث المختلفه دي بتبدا تحط طبعا الريفرنس بتاعها في بعد ما تخلص البحث بتاعك، خلاص. بعد ما تجيب كل كلمه هتجيبها، لازم تجيب ده جايبها من فين، السورس بتاعك ايه، خلاص، علشان خاطر تكتبها في اخر ايه المقال بتاعك. اذا المقال البحثي او الريفيو ارتكل اللي معظمنا ان شاء الله هيعمله، هيكون عباره عن اول حاجه اللي هو العنوان بتاعك، ايه العنوان البحث بتاعك، بعد كده الابستراكت، المستلخص، الملخص بتاعك ايه، ملخص البحث بتاعك، انت البحث بتاعك بيتكلم عن ايه، بعد كده المقدمه، والمقدمه بتكون عباره عن فقرات، وكل فقره بتتكلم على جزئيه معينه من البحث، خلاص. وبعد كده بتكلم بقى على الميثودولوجي، بقى النسب بقى وارقام، وتحلل الارقام دي، خلاص. تتكلم بقى لو في كومبليكيشنز او في مانجمنت، لو هتتكلم على مرض مثلا معين بتكتب المانجمنت بتاعه، هاو تو دايجنوز، ازاي تشخصه، وبعد كده ازاي تعالج، خلاص. بعد كده بتكتب بقى الريزلت بتاعتك، ايه النتائج اللي انت النتائج اللي طلعت من البحث بتاعك، وبعد كده انت استلخصت ايه، انت ليه اللي هو اسمه الكونكلوجن، خلاص. الشباب ان شاء الله الموضوع يكون بسيط وسهل، وان شاء الله رب العالمين كلنا نعدي على خير. هتكلم معاكم تاني في فيديو صغير عن المصادر او المواقع العلمية اللي فيها معلومات موثقة ومعلومات حديثة، ومعلومات بإذن الله كلنا نجيب منها بدون اي مشاكل. هنتكلم في فيديو تاني عن الموضوع ده، ويا رب تكونوا بخير وسلامة، وان شاء الله كلنا نتقابل على خير، وان شاء الله ربنا يعدي الأزمة ده على خير، وننجح بقى ونعدي على مرحلة تانية. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.